لو الحكاية فيها إن فيجو على مصر يا بنتي يا رب. تقول ايه يا حاج النهارده في نسبه الاقبال الضعيفه دي؟ اقول الناس متاخره، مخها تعبان، المفروض يعرفوا الدعايه الانتخابيه كلها. يعني انا ما جيت المره الاولى ما كنتش اعرف مين انتخب، حاطيني وفطه دخلت جوه وجيت تاني اهو عشان بلدنا تقوم على خيرها يا رب ويعينها يا رب بحاجه النبي. تقول ايه يا حاج للشباب اللي ما نزلش الانتخابات المرحله الاخيره؟ متخلفة. أقول كل واحد منزلش ساعة بلده يبقى متخلف، لأن احنا تربينا هنا ودخلنا الجيش هنا وشوفنا خيرنا وبلدنا، خير بلدنا دي كتير قوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. كلمة المصري يا حاج نار. ربنا يسترها دنيا وآخرة يا رب، ويستر رئيسنا يا رب، لأن رئيسنا ده راجل زي جمال عبد الناصر الله يرحمه. حضرتك ما جيتش امبارح ليه يا حاج؟ تعبان يا بنتي، أنا عاجز بقالي ست سنين على كده، محدش ساعدني الا ربنا سبحانه وتعالى.